أنا والهدهد، تأليف عمر الصاوي. فجأة سقط هدهد جميل مكسور الجناح عند قدمي أحمد، فاحتضنه واعتنى به ليكتشف أن الهدهد ذاك يتكلم ويقص عليه حكايات من التاريخ تناقلتها الهداهد جيلا بعد جيل، كحكاية بلقيس وملحمة فتح الأندلس وبطولات موسى بن نصير وصلاح الدين وعدل الخليفة عمر بن عبد العزيز وغيرها من القصص الجميلة. كتاب أنا والهدهد رواية رائعة للشاعر والروائي والكاتب المسرحي عمر الصاوي، تقود الطفل في رحلة مذهلة إلى أعماق التاريخ في زورق الحلم والخيال، فيرى فيها الأماكن بطريقة يشم معها رائحة العشب ويحس بهبوب النسيم، ويعيش المعارك حتى يكاد يرى لمعان الدروع ويسمع صليل السيوف وقعقعة التروس. أنا والهدهد كتاب رائع لمكتبة كل طفل وأسرة. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب أنا والهدهد. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.